يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعل الليل والنهار آيتين، فمحونا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ميتكلاكم جمعيا للظرفية تأسيس اللحظية غادي يكون متأخر كذا إن شاء الله، ثم غنكشف نعرف المشاريع ان شاء الله مثل الجمعيه النقص الاراده ان شاء الله لسيدي ربي اذا غيعاون باش نحقق ملايا المشاريع غنقدر نسكر اما محليا على ما يتعلق بمقر هذه الجمعيه تصبح يعني تحقق الملايا بفضل المقر الرجال اللي غادي يتغادر ان شاء الله، ثم غنكتشف من باب شان المداخلات اقتضاء كذلك باختصار المداخلة باش الملاحظة شان الإضافة شان الإفادة زي يفيد والنخل قال نكتب في هذا الشيء إن شاء الله على شرفكم وشرفنا جميعا. هذا الختام الذي سمر ومازال على غسل انتباه أوروبا ديال ميدان البحث العلمي، غاس تقريبا أزيد من 30 بحث علمي مسجل باسمه في أوروبا. رخونا هذا إن شاء الله راه يجي كلمة تتضمن تعريف تقريبا بالجمعية فليتفضل. شكون السيد مجيد بوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. شكرا للأستاذ الحسين، شكرا للإخوان لها كانوا يخلان عنا زعما يجن على أخرى كنا نستقبل كده كثيرين. إذا مشينا أستاذ الحسين شو شوي الأهداف، تأسيس الأهداف الجمعية. أولا الجمعية رأس الميدرات الثلاث أسست 26 فبراير 2012 أنت سنمارة دي جمعية دي قهوة واحد حمودي أندور قهوة أندور ذاني تاتيل. ثم نجا إجن الجمعة العام على إثرها تم انتخاب مكتب المسير مكتب الإداري للجمعية ده بما فيه أنت سنمارة ذي تقريبا تش الأعضاء إني ذي شو المرة ناحية بنشيكال إذا نش نخدم على المستوى بنشيكال برمتي والأعضاء الرئيس ليس 25 عام، ليس الرئيس، ليس أمين المال، ليس الكاتب العام، النواب نسال، ثم ليس المستشار. إذن دابا نهدر شوية على ميمشي سقان على الأهداف الجمعية، الأهداف العام للجمعية. إذن تهديف الجمعية شوية تستعرف شوية تسفر شوية تسنازير، تهديف الجمعية إلى المساهمة في العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والحفاظ على الميزات الطبيعية والثروات التي توفر عليها منطقة بني شيكال. أمس سنمارة عندو شغل ذكر في كنيو بين عنو منطقة غوروغو منطقة نارس واش هما اثنين ميلا في القناة سيبس فرانسيس سيت دانتيغي بيولوجيك إيكولوجيك محمية ذو أهمية بيولوجية تنوع البيولوجي إيكولوجي. ثم غنغرس واش سيت رامسر معروفة عالمية بلد قدرة يونسكو سقسي الخارس وماش أشيني بلا قطراس دي مسجد. إذن إجن حاجت عظيمة لتشجع مداني تاتيب باش دي منين تقن غمي شيكال السفر سوينا هني السفر قالوا يعني ما وقت تسند غامغ إلى درجة زي العالم معنا تسند تقند غامغ الأبحاث ودي هيت شو شو مسقي غادي وذان وسين زي الولايات المتحدة الأمريكية وسين زي مالها وسين تسند تقند غامغ الدوروز العالم معنا عدول باش غادي مغايش المثل و روح غادي يجي للجنة باش الدكاترة كي نخرجوا ديال الكلية المتعدد ديال النظر كأستاذ جامعة يستجنوا في غيكا المشروع والسينسيت يساقا يوفي غيكا دراسة نباتات البنات دراسة خرس مباشرة اللي غاز ماني سنش كواليتاتي إن قد عينا لأن مادام أقصيت رامسار إذا عينا دي معروفة على الصعيد المغرب وعلى الصعيد الدولي وعلى الصعيد الدولي إذا يستخزع إذا انتسنا اعتبارنا قرار الغريتاتي مشين ذا ما
والصغير حتى ثواوين. إذن هذا الشيء يتجعله باش ثواوين غي تعرضه فارا أن تفوز بفوز أن تفعل غزات أصغى ثواوين. إذن من بين أهداف الجمعية كذلك التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية المختصة في الشؤون اللي كان إزازة تهتم من الشيء البيئة والتنمية البشرية، ثم التعاون كذلك مع الإعلام المرئي والمكتوب والسمعي، ثم الاهتمام بالتضامن الاجتماعي للساكنة ساكنة المشيكان بالسور السور كبيروم ساكنة المشيكان، وخلق أنشطة تربوية وفضاءات تربوية كذلك ساكنة بنشيكا نب باش نحاول ما أمكن هتنفع مرة إن شاء الله الرحمن الرحيم هتنفع مرة غزة، ثم تنظيم حلقات تربوية ومحو الأمية وتوعية المناطق الشيء مفتح لاني تطير المحلة كجمعية رأس النذرات الثلاث إن شاء الله نتمنى الشيء هذا يسنك المحو الأمية هذا يسنك التربية غير النظامية هذا يسنك وذلك يصير كني وما لو هجم كني وشي وزمانك شيء كجمعية كمجتمع مدني. إذا دائما نمد يفسرنا غاو كنيو باش انا نتعاونوا نغطوا شنو افكارنا نغطوا شنو ارائنا نشي اكون ندفع شي ان شاء الله لازم تجي في ماشينا كنيو ندفع هذا تقام افكار انت نسمونا ان شاء الله الرحمن الرحيم تصير غزال. ثم كذلك هذا من بين اهداف الجمعيه بصفه مقتضبه بايجاز. كذلك خصنا نصور شويه كاين اعاقات نشي سكوت الجمعيه انهارا نلقى هنا 3000 الدورات الدورة الأولى الثانية تدير ديال القهوة محمد حمود، الدورة الثانية لبني شيكان لمقر الجماعة لنا جماعة بني شيكان لنا حنا كنا الرئيس لنا والحمد لله، والثلاثة نكيد الثانية تدير كذلك من بينها من كذلك تدارس ومناقشة مشاريع الجمعية ثم نكمل المصادقة عليها والحمد لله كما الإخوة غاصب المحاضر مني كمرة غاصب ديال المحاضر من خصنا صادق الحمد لله شالي ودراسة وغاصني ويض كذلك كذلك هذا مستور شوية من جمعية نقطة قام مجموعة من الشكايات مادام مقطوع غار أنزوا والمقر الحمد لله غار المقر إذا نشي مستعدين مش ما تجاش الشكاية أتحاول ما أمكن أنتغي هذه غار هذه لنا أتعدنا وين المعنيين بالأمر ما ذول مش غار أمثلة وها أبريدة نشي نروح نجزي الشكاية مرة أنزوا يرحقانه بقينا خشير تغيي غاز يجن ترامو يجن مقطع يقشو عمال العقل وخاص تغيي دير يعرص وتخديما من كاشين أعضاء مشي سقال الإخوة ذي المكتب نروح نقز الشكاية ثي وش غاز صباح مس رحين داني تثير ستراكس دوينة خدمنا عدنا ترامو اللي تغيي قضاء إذن الحمد لله نشي نتحرك هذا غنغلي فات مرة هذا غنغلي كلشي صوريقي فالإخوان هذا معرض ذي البيرو النقداني تاتي وني غادي شان الشكاية وني غادي خصو يطرح شان حاج شي الحمد لله وني دوشي نصاوب دور وشان فرا وش غادي يلي ذاني تاتي المكتب جي المكتب مرة خاص طلع كي جو زيتا غاس الحق ديس هذي يخفتش هذي يقدم الشكاية هذي يسير هذي هذي خزاماني نيو ثم كذلك نكا الشكاية زي المستوصف هذا غانا قلة الأدوية ذوينة نكازايز ثم كذلك الشكاية هنكسو زي المواطنين كذلك الكهرباء يتقطع ذوينة نكازايز الشكاية ثم الهاتف ثم الانترنت المنطقية قلنا نشي المنطقية الحمد لله قد غانا المعلمين قد غانا الأساتذة توصل نخسر ياري إيميل هذه جاوب النيابة ياري إذا نخسر غانيتة ذوينة نكازايز الشكاية ثم كذلك تعرض كذلك إلى المنخارطين المنخارطين مسيين المنخارطين هو كنيو عدد أعضاء المنخارطين حاليا 63 والحمد لله زعما هذا الشيء طغور شان المقر مادام غار المقر إذا يعني إيش نحاش توقرا شي محبوبينكم كذلك الخو إلى حد الآن مازال يولا قارش قد شي نخسر المنخارط شي نخسر المنخارط ذلك ذني تاتي خسر شي إلى عدد المنخارطين بمشيئة الله ثم بالسيد عاشور يجن محاولة توقرات باش هذه السيول باش تجبر المنخرطين زعما ومن صغرنا ماشي نبقاش اسم هذاك من صغرنا عبد الخير وكذلك وانا ومن توخص له منا بالنسبة للمقر مقر الحمد لله خوق غانا اللي هو ما دايسني كدايسني كدايسني كتص المسائل كذلك خشي ترجع بغا افكار مو بغا تشن فكره وبغا تشن وينا راه دي سي وقالي تاتي واخا نهار واخا تي وشا تناقش دا مكتب اعضاء المكتب ان شاء الله الرحمن الرحيم انا واش
قشر الخلاصه. ايها الاخوه الكرام متخارطين ومتعاطفين والحضور الكريم في هذا اللقاء اللي كنعتبره هو لقاء تواصلي في نفس الوقت اللي قلتو غنترجى مره باش يجري اللقائيه، ولكن اربي نكمل المقريه بحول الله رخوقا تواصل السكينه باش نشم هذا وشم نبدا في الجمعيه ميتكاز كامل تاسس الى يومنا هذا. وطبعا حتى غادي ندير التساؤلات غادي يدي وضام ميتكيم ما تحاكمش ما تكيمش جمعيه الى اخره، ولكن الاخوان النار الحاضرين هذيك خصها تستنزف من برايا بان الاخوان وخاصه الاخوان اللي جايين من المنطقه يا زبريد تبغى تحارك الطاس تبغى تزرد ما واجباش تقلنا شنو المقاريه وها، ولكن باش تنطمر باش تبنى ديال المقال جمعيه، ولكن ما نوفيش والحمد لله وفق هذا الباب المحليه المقاريه باش كيكون تواصل تسا غزه. فبطبيعه الحال باش يعرفهم السيد رئيس الجمعيه الجمعيه، مي متاسس الجمعيه ما الغرض ديال الجمعيه؟ اولا الاخوه خاصها تسمى لها الجمعيه وتتاسس من هو تتاسس يجن اراده قويه تشابه بين المنطقه، يعني غير اراده الشيخ المنطقه والاراده القويه والخالص والعمل الخالص اللي خصنا نخدم المنطقه واللي يجن باش ناسس الجمعيه. بما ان الجمعيه الاهداف الناس هو المحافظه في البيئه والتنميه البشريه، فان شاء الله الرحمن الرحيم شنو جد غدا يجن المقال باش هذوما باش يجن نبدا التنميه وما معنى التنميه وما مش غنحقق التنميه يعني. هذا هو الشيء شويه استعراض ومن بعد غادي نشرح ست مازال. فيقال البقريه التنميه والاميه قطبان متنافران، حيث ما تجد الاميه تغيب التنميه. خمني ما تفيد تغوري والو، بنادم واجب واعي خواص ما نحقق التنميه. وحيث ما تجد التنميه تختفي الاميه. يعني خميتي للتنميه سل قيود الوعي، هذه الوعي وكيف الاميه وكيف الجهل. ففي العالم المتقدم، العالم الذي يودن غزال، العالم المتقدم غربا وشرقا تحتل الحالة التعليمية صدارات المكون الاجتماعي، يعني تغوري، يودن تغوري يودن غاز المرتبة عالية. من التاسس السياء أذني تخص ثم أظهر، خاصة تحد من شي كامل يبقى، شمش أنا أمشى أنا ذاني تامني ذا جام وهات الصين عمص وهات كي غمشى أنا، مي حد من شي كامل خاصة غادي ينجح، خاصة غادي يكعب، خاصة يقول هذا عذر، خاصة المرأة أتي غاس القيمة النس، أتي غاس صغور النس، أتي السنة تخير، مين ما تقوايا زا تقول الطمغة. ولا مومي قال البارا غاتسير البارا غاتخدم بشنو واحد. لا أمي خدم وايز ورطم غاثة كيف كيف أمي تجدي الحياة أمي تجدي مشين دي هذه أوروبا هم غا تخدم المصان تنسو دي طروبي تعدي طروبي بحال بحال أمي خص داني تنش مدى بيا ما رزريق سمو عنا في عذر ويحن جان داني يحرم يحرم يخسور لا جوناس يسقال خص سوية واخصو بولن ضندي القهوي ولا ديك سيقال وشا دي كيف انت بابا زي ما سقين قهوة سيم يخدر خصختنا الغان هني منع بنادم زيدة غيرها روحها ترمدد مين ناي قاعد هذيك سي ديبلوم نس شنا مرا يروح حد يعزو خير خدمة شن تورا داني تن تورا غار حاش توجه مني شما دابية غالي ما تفاحة غاد قاعد مرا زريق بابا سن بنادم قال سمي زيد روح غات غوري زريق يما سن بنادم ثانية قال زيد جيب زيد السانيتا ودين بوت غيمة قال مين تواري يتقصي الحال سمح غادي خمسين ودي فرنسا مي تا صغداني تا خصها تكع على الحاج شناهو الطبا شناهو ويلا تا ويغ بنادم تا الزرقا كيس تا خاربة تا مكناس تا ماني ما غاري تا حق الشغل ماشا مادا بيكم كني ودا نغاي عاونك ما نشيل وحدنا وانت والو ميمي كي غير جمعيه نفوس بفوس باش نعاون ماني ما جام مينا وقع فوس بفوسك يجرمو غنيا كلشي هادي قاعد مش عارف دخلنا مرة أي ثمان خصنا نولي غادي ندير بلاصة غادي كل منطقة كل شهر يسير 10 الزايس باش إن شاء الله أنا بشوية كاع شوية إن شاء الله.